حياكم الله مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم جميعا وفقرتنا توعية قانونية، ورح نتحدث وإياكم وضيفتنا الكريمة حول واحد من القوانين المهمة واللي هذا القانون شرعه المشرع الأردني لضمان العدالة والمساواة بين الحقوق في مختلف المعاملات أو القضايا، وأيضا لتسهيل مهمة الأفراد والمواطنين في داخل الأردن وخارج الأردن. القانون هو يسمى إكساء الحكم الأجنبي واتفاقية الرياض، ويعني هذا القانون مشاهدي الكرام لتبادل الإعلانات والإنابات وتسليم المجرمين من هذه الاتفاقيات، هي اتفاقية رياض اللي وقع عليها الأردن وبين عدة دول عربية. حدث عن هذا القانون اللي هو إكساء الحكم الأجنبي واتفاقية الرياض من خلال ضيفتنا الكريمة، فبرحب بالأستاذة عبير خليل عيسى وهي محامية شرعية. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذة عبير. أهلا فيك ويسعد صباحك صباح المشاهدين جميعا. ستي، يعني موضوع هذا القانون أنا حابة نوضح للسادة المشاهدين ماذا يعني إكساء الحكم الأجنبي واتفاقية الرياض؟ بدنا نحكي أول شيء عن اتفاقية الرياض. اتفاقية الرياض هي اتفاقية بين عدة دول عربية تتبع للجامعة العربية. وقعت هاي الاتفاقية في مدينة الرياض عام 1983. وقعت الأردن عليها في 17/1 سنة 1986. هاي الاتفاقية بتساعد الدول اللي وقعت عليها على تبادل المعلومات القضائية وتبادل الأحكام القضائية، بتضمن الحقوق وبتساعد الناس في تحصيل حقوقها في الدول اللي وقعت على هاي الاتفاقية. وهناك في اتفاقيات ثنائية وقعت عليها المملكة الأردنية الهاشمية بين المملكة ولبنان مثلا، بين المملكة والجزائر، بين الأردن والكويت، وقعت عليها في بتضمن كل الحقوق القانونية والمدنية والأحوال الشخصية المتبادلة بين الدولتين. نعم. طيب إكساء الحكم الأجنبي. إكساء الحكم الأجنبي، إكساء هو قانون تنفيذ. يعني كلمة إكساء من كسوة يعني؟ لا، هو إكساء هو حكم إجرائي، تنفيذ حكم صدر في دولة بدنا ننفذه في دولة ثانية. مثلا زوجة تزوجت وأقامت في الكويت، صار مشاكل بينها وبين زوجها، تركت الكويت وإجت على الأردن، بدها تنفذ، بدها تأخذ حقوقها، رفعت قضية هون بالأردن وراحت أخذت نفقة وما يتبعه من مهر أو مؤجل أو معجل، أخذت حكم في الأردن أو أخذت حكم أو في الكويت أو العكس. هلأ بدها تيجي تنفذ بالأردن، اجت على الأردن، جابت الحكم من الكويت، بدها تجيبه مصدق في ضمن شروط، بدها تنفذه بالأردن. هلا بتترفع دعوة في المحكمة البدائية الشرعية وبتطلب تنفيذ هذا الحكم اللي صدر بالكويت ضد زوجها. فبتيجي هون بترفع الدعوة، بينظر فيها القاضي. القاضي ما بينظر بالموضوع، بينظر بالحكم اللي بترتب عليه مثلا مبالغ المتراكمة على الزوج. فهون في شروط لتطبيق هذا الحكم. الحكم طبعا عندنا تنفيذ الحكم الأجنبي بيحمل رقم المادة 10 من سنة 2013، بتنفذ عندنا ضمن شروط معينة في الأردن. هلا الشروط بدها تكون لتنفيذ هذا الحكم، اول شيء الحكم بدها تجيبه مصدق من السفاره، بده يكون غير منفذ بالدوله اللي صدر فيها الحكم، يعني ما بصير تنفذ هون وتنفذ في الكويت. طبعا بصير ازدواجيه. هي اخذت حكم في الكويت، ما بصير تنفذه هون وهناك. بده يكون الحكم ما يخالف النظام العام والاداب العامه او القانون. بده يكون الحكم مكتسب الدرجه القطعيه. يعني ما بيصير مثلا اخذت الحكم من المحكمه البدائيه وتيجي تنفذه مباشره، بتعرف الحكم بيطلع من المحكمه البدائيه بيروح على الاستئناف، بعد الاستئناف بياخذ درجه القطعيه، فما بيصير تنفذه بالاردن الا بعد ما يكون بالمراحل المنطقيه ايوه، الا يكون اكتسب الدرجه القطعيه في المحكمه، فبحقلها تيجي تنفذه هون وتطالب بحقوقها. طب انتم كيف توصلوا؟ يعني من هون اجت اهميه الاتفاقيه؟ من هون اجت اهميه اللي يحفظ الحقوق.
لحفظ الحقوق. يعني مثلا وحده تزوجت بالكويت وزوجها تركها، او اي دوله عربيه او بفلسطين، وصار مشاكل بينها وبين زوجها وسافرت على فلسطين. طب انتم كيف يعني في عندكم ضابط ارتباط مثلا، في اليه للتنفيذ او في اتفاقيه، في اتفاقيه حسب الاتفاقيه اكساء الحكم الاجنبي، تنفيذ الحكم. انا حصلت على حكم في دوله فلسطين بدي اجي انفذه بالاردن. طيب. بعد ما اخذ، طب ما هو موجود هو بالاردن ولا موجود هون؟ هو انا لوين بدي انفذه؟ ليش بدي انفذه بالاردن مثلا؟ لانه رجعوا تاني انفذه بالمكان اللي يقع فيه المحكوم عليه. أوكي. المقيم فيه محكوم عليه. يعني مش زوجها موجود في الدوله العربيه وانا باجي على دوله عربيه ثانيه وبنفذ الحكم؟ لا لا، لازم انا بدي الحق المحكوم عليه. المحكوم عليه وين بيعمل عشان بدي احصل منه؟ المحكوم عليه اين تقع املاكه؟ بدي احصل من املاكه بالحجز على املاكه او المطالبه. يعني كيف بدي احصل حقوقي؟ بدي ألحق المحكوم عليه، بدي أعرف وين هو مقيم، وأخذ أنا حكم بالبلد اللي أنا مقيمة فيها وألحق المحكوم عليه وأحصل حقوقي منه. طب هلا قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية حسب هذا القانون بتم حسب الاتفاقية وليس حسب القانون المتعامل فيه في بهديك البلد؟ لا، القانون القانون الشرعي. القانون الشرعي عندنا بالاردن. هلا الحكم اللي بده يجي بده يكون مطابق للقانون اللي عندنا، ما بيصير يخالف القانون. اذا بده يخالف القانون القاضي لا ينظر في هاي الدعوه. بس طالما في اتفاقيه يمكن هناك. لا، ما هو الاتفاقيه بدها تكون ما تخالف لا النظام العام ولا الشريعة. طيب ايش انواع المحاكم اللي بتستطيع فيها تنفيذ المحاكم مثل هذا القرار؟ هي حسب الماده 3 بالقانون التنفيذ عندنا، بالمحكمه البدائيه سواء النظاميه او الشرعيه. طيب الان اذا حكينا على اهميه مثل هذه الاتفاقيه وانعكاساتها بشكل عام، لان احنا بنحكي على محاكم او على قانون في الموضوع الشرعي، فبالتالي له علاقة دائما بحالات الطلاق، وإحنا بنعرف وحضرتك أكيد تعرفي دائما الخاسر الأول والأكبر هو المرأة في حالات الطلاق، صح؟ صح. طيب. لأن الزوج عادة بكل الطرق بيحاول، إحنا ما بدنا نعمم بس للأغلبية بعضهم بعضهم صحيح بالتهرب من الحقوق الواجب عليهم، فبيحاولوا يهربوا أموالهم، يسجلوها بأسماء أهاليهم، بيحاولوا إنهم يهربوا من البلد اللي كانوا مقيمين فيها كأزواج، فبتضطر المرأة للجوء إلى إكساء هذا الحكم. نعم. يعني بتضطر إنها تلحق الزوج بمكان إقامته الجديد. طيب. أو بمكان تقع فيه أملاكه عشان تحصل نصيحة حقوقها. من حضرتك كمحامية نصيحة في هذا المجال، إيش ممكن تنصحي الطرف اللي بده يعني يرفع دعوة أو ينفذ هذا الحكم في البلد الموجود فيها؟ إنه يبحث عن محامي ويوكله عشان يساعده في تحصيل حقوقه. لأنه بتعرفي لما المرأة بتصير مشاكل بينها وبين زوجها بترجع لبيت أهلها، فبصير إنه صعب عليها إنها تراجع، فتوكل محامي بيقدر يتابع لها، بيعرف القوانين، وبيقدر يتابع لها بأي دولة موجود فيها المحكوم عليه. وفي سياق هذا الموضوع اللي هو إكساء الحكم الأجنبي، في نصيحة؟ هذا النصيحة إنه إحنا عندنا كثير بيهربوا من المحاكم وما بيحبوا ينفذوا، وبيقول لك بتاخذ سنوات. النصيحة إنه الوحدة ما تتنازل عن حقها، بتقدر تحصله ولو بعد حين. نعم. أنا بدي أشكر حضرتك الأستاذة عبير خليل عيسى، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدي الكرام، لهون بنتهي لقائنا مع حضراتكم، غدا صباحا يوم جديد بإذن الله. تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.